السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج يمن ترندنج، واللي بناخدكم فيه بجولة سريعة على مستجدات الأخبار في الفضاء الإلكتروني. أنا محسن الخليفي، وخلونا نبدأ معاكم بأهم العناوين. مقطع فيديو يظهر تفاصيل عملية اغتيال الشهيد كرم المشرقي. الغد المشرق تدعم حالة إنسانية حرجة. والليزر الأخضر في مواجهة محمد صلاح. بعد استشهاد القائد كرم مشرقي رحمة الله عليه، نشرت قناة الغد المشرق فيديو حصري يظهر لحظة الاغتيال من خلال كاميرا مراقبة أحد المحلات التجارية. هذا الفيديو أظهر كيف استغل الجناة زحمة الطريق لتنفيذ هذه العملية الإرهابية. نتابع معكم الفيديو بالشرح التفصيلي. كان فاتح، شوف فاتح هو الضربة من الشحاب. يمشي يمشي بعدهم من الجولة. شوف شوف كرم قزع سيقل. شوف هذا الباصة، شوفهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. في تحت فوق. انتبه له، انتبه له، شوف انتبه له كرم. انتبه له من بعد. انتبه له مايا. الله يرحمه يا كرم. الطعم بعده. ليش وقف الطعم؟ شاهد هذا الفيديو أكثر من 100,000 مشاهد على الفيسبوك فقط، وهذا الفيديو خلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسبحوا بالتحليلات والاستنتاجات والتساؤلات أيضا، اللي من الصعب استعراضها كلها هنا بالحلقة لأسباب كثيرة، ولكن اخترنا لكم تعليق من جمعان فارس لخص فيها الكثير وقال: الجماعة الإرهابية مدربين، وطريقة اختراقهم للشارع وجراءتهم باستخدام الأسلحة وسط الناس دون خوف وقتل ضحيتهم بكل هدوء وثقة دليل أنهم دولة داخل دولة وأجهزة أمنية داخل أجهزة أمنية. رحمة الله عليك يا كرم المشرقي. البعض يقول لو كان كرم المشرقي ركب أو راكب سيارة ما حصل له الذي حصل. هذا كلام غلط، حتى لو كان راكب مصفحة سوف تصله الأيادي الخبيثة بالمفخخات. العاصمة عدن مخترقة في كل أجهزتها الأمنية. نسأل الله السلامة ويحفظ قادتنا وقياداتنا وبلدنا في هذا الشهر الفضيل، ويكشف لنا كل المجرمين وأعمالهم الدنيئة يا رب. حالة إنسانية تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتوأم يمني ملتصق وقفت أسرتهم عاجزة عن إنقاذهم. دعمت قناة الغد المشرق هذه الحالة وهذه الحملة التي تناشد العالم أجمع لإنقاذ هذا التوأم بعدما وقف الطب في اليمن عاجزا عن إنقاذ حياتهم، عاملين أن يصل هذا النداء لأهل الخير القادرين على إنقاذ حياة الطفلين. الليزر الأخضر يعود مجدداً ليتدخل في ضربات الجزاء في المباريات الحاسمة. وبعد خروج منتخب مصر من تصفيات كأس العالم، شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر الكم الكبير من أشعة الليزر التي تعرض لها محمد صلاح قبل تضييعه ركلة الجزاء. تعتقدوا الليزر كان له دخل في تضييع صلاح للركلة بهذه الطريقة ولا ما لهش دخل؟ نشوف إشكال رأي الناس، ونبدأ مع رانيا منصور اللي كتبت وقالت: ما تزعلش يا صلاح، أنت الأفضل دائما، عادي
الأيام قادمة وأم الدنيا قادمة وستظل قادمة وفائقة بإذن الله تتعوض. يا رجالة والأبطال لا تبكي خلاص الحمد لله. أما الياس كان مستاء من أداء المنتخب المصري في المباراة وقال عايز تتأهل بضربات الجزاء ده مش فريق يروح كأس العالم وبلا ليزر بلا نيلة عشان تفوز يجب أن تلعب كورة مش تدافع. هارد لك لمصر ومبروك للسنغال. وأخيرا أمينة شاركت وكتبت محمد صلاح أسطورة ويظل أسطورة في كرة القدم ولكن ضغط الأعصاب هو من أهدر منهم الفرصة. لا زال اسم ويل سميث متداولا في جميع الصحف الأجنبية والعربية وفي مواقع التواصل الاجتماعي ليس لفوزه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل ولكن بسبب حادثة الصفع الشهيرة التي حصلت أو اللي حصلت على مسرح حفل الأوسكار الأخير عندما قام الممثل الكوميدي كريس روك بإلقاء نكتة على شعر زوجة ويل سميث ليقوم ويل بعدها بالذهاب إليه فورا وصفعه أمام الجميع. هذا أو هذه الصفعة التي قد تكلف ويل سميث مستقبله المهني وقد طبعا اعتذر عليها بعد ما حصل اللي حصل ولكن السؤال اللي طرح نفسه الآن هل يكفي الاعتذار؟ ما حد عارف. مشاهدينا هذا كان النصف الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع. أذكركم مرة ثانية لمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم زورونا على مواقع التواصل الظاهرة أسفل الشاشة. نطلع فاصل نرجع نكمل معكم. رجعنا لكم مرة ثانية. في أحد شوارع مدينة يافا رصدت كاميرا مراقبة في أحد المحلات حادثة غريبة عجيبة لولا لطف الله كان من الممكن أن يموت شخص بسببها. اثنين أشخاص كانوا في طرف الطريق ومعهم لوحة خشبية حاولوا يربطوه على سقف الباص اللي معهم ولما نحاول واحد منهم يرمي الحبل إلى الجهة الأخرى عشان يستلم صاحبه ويربط من عنده حصل ما لم يكن في الحسبان. خليكم تشوفوا بنفسكم. مثل ما شفتم التف الحبل مباشرة على عنق سائق الدراجة النارية وربنا استر على الرجال. تم نشر هذا الفيديو وعلق الناس عليه. أحمد فؤاد كتب وقال كنت أحسب حظي الأسوأ بالعالم بس بعد مشاهدة الفيديو اكتشفت أنه في من هو أسوأ مني. الحمد لله على سلامته. تساءل الكثيرين عن سلامة سائق الدراجة النارية فرد مختار وقال بعد التحري والتأكيد من صاحب الباص وهو طه حسين الخنبشي أن الحبل أقع على فم راعي السيكل والحمد لله جات سليمة تم إسعافه إلى الداهن. لما تضيق الأحوال وتتصعب الأمور أحياناً يكون ما فيش معك حل غير انك تجزعه كركسه. وفي شهر رمضان المبارك هذه السنه مسلسل كركسه من انتاج الغد المشرق بيناقش جمله من القضايا والمشاكل الاجتماعيه بقالب فكاهي ساخر. نستمع معاكم الى كلمه كاتب السيناريو او سيناريو المسلسل بالاصح عبد الرحمن العمودي حول مشاركته في العمل وايضا عدد من المشاهد المتنوعه لتنقلنا معكم إلى أجواء ما خلف الكواليس. متابع. التجربة كانت جدا ممتعة ومع أنه أول عمل لي فالصعوبة كانت في المدة الزمنية يعني. فأذكر أول يوم هنا جيت الشركة يقول لي محمد الأشولي لازم أنه ينكتب العمل في شهر واحد فنحطيت تحت ضغط بس
الحمد لله قدرت اكتبه في 27 يوم مش في شهر، فعدينا مرحلة الكتابة. فبغيت صعوبة اللهجة دحين اللي هو أثناء الكتابة، فكيف أنا شخص واجي من عدن فبكتب مسلسل باللهجة الحضرمية، فكنت في بعض مصطلحات أروح أسأل فيها محمد فيعطينا المصطلح الحضرمي، فأنا حاولت أن اللهجة تكون يعني الكلمات الحضرمية إيش المفهومة عند الشارع اليمني. متطلبات الناس واحتياجاتهم الأساسية كثيرة ومتعددة، ولما تنعدم الخيارات وتقل الموارد يضطر الكثيرين للجوء إلى الهكبة في سبيل الوصول لاحتياجاتهم وتوفيرها. الهكبة سيكون عنوان لمسلسل ساخر من إنتاج الغد المشرق في شهر رمضان المبارك. نتابع معكم الإعلان الرسمي. طالبين مني كيكة قصر فلة، وانت تعملي مقاطعات وهم يبنوا والله ايش؟ طول خارج احنا منه ما يقدر يجي. شبعت رت بابيك. بتبيض انت. جاية. سميرة. من سميرة؟ سميرة سعيد. بس فخك لما طير لك السنون. مش قفازات الملاكمة حقي والكيس كمان معك بندر ذكمي أهلاته لما تقولي يا الله. أنا لازم أواجهك يا سارق، بس ترسل كهرباء حرق سريك رب إن شاء الله. إيش جابوا ذا هنا؟ ذا جاء عشان يتصرف معك. تتصرف معي؟ معك أنا لقيت بس يعني أشوفك لو محتاج حاجة محتاج شيء بس. كيفه؟ تحنش؟ لا تمسح في وجهك دي فراشة. كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم، يحبها الصغير والكبير الرجال والنساء. نسبة كبيرة من المحبين للأسف عشقهم لهذه الرياضة قد يتحول إلى تعصب يؤدي إلى نتائج مخيفة أحيانا، وهذا اللي حصل بعد خروج منتخب نيجيريا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وقرر الجمهور بعد انتهاء المباراة النزول إلى الملعب لمعاقبة اللاعبين والتعبير عن غضبهم. نتابع معكم. في بداية الحلقة شاهدنا كيف سائق الدراجة النارية في يافع تعرض لحادثة غريبة ونادرة وكيف نجم الموقف بعقوبة، والآن قبل ما نختم هذه الحلقة نخليكم تشوفوا فيديو لسائق دراجة لكن هذه المرة هوائية في منطقة سان هوسيه في ولاية كاليفورنيا، كان على وشك أنه يقع في حادث كبير جدا قد يكلفه حياته بسبب قطعه لإشارة مرورية، ولكن
شاءت الأقدار أن يأتي مخالف آخر هارب من الشرطة وينقذ حياته. سبحان الله، مصائب قوم عند قوم فؤاد. وهنا نختم حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم أنا محسن الخليفي، وأذكركم بالتواصل معنا ومشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. زورونا على مواقع التواصل الظاهرة أسفل الشاشة. نشوفكم إن شاء الله قريب. السلام عليكم.